الله يلعن بيتك، ليش؟ انا خسيه من خسي؟ انت وشيرين اللي لعبت فينا وش خلتنا وشخلنا الشيله وقاطعنا حسام، واخر شيء انا صحيت من النوم يا سعود الا وحصلها لابسه ابيض كانه ثوب، سعود القطحاني وشالسه توقع باياديها النائمه، تحسبني انا بنساها فيها؟ والله ما انساها في شيرين، والله ما انساها ولا اتعاطف معها مره اخرى. بعدين انا قحطاني، وش اللي قحط؟ وش اسمها؟ انت ما تعرفين تتكلمين، انت كلامي حروف القحطاني هذه غير راحة تشليح عندك. عم درس ما تعرفين تتكلمين، عم درس ما تعرفين تنطقين اسمي. لا وريتك انا وانت راكلين في السيارة. تعال تعال. شفتت وانا مديس لهلس من مستانس. ابي اضحك على اخوياي. ايه هذا انا مدي على اهلها. مستانس بروح العق على عيال في الزراعة عندهم عشاء. ابي فكة منس. سيارة. وليش تبغى الفكة مني؟ وانا اسوي اصدقائي درسنا خطة. بيني وبينك انا للامانة شوي احوالي ما عادي يعني احوالي للامانة انا صاير علي ظروف. حتى انا صايرة علي ظروف هذه الايام. لا ما يصلح، يا واحد يكذب فينا ولا ذا ما يصلح، انا يذكر لنا ظروف ما يصلح، لازم واحد عنده ظروف. انت ما شاء الله عندك خير عشان اقدر شوف انا بعطيك اما كلنا انا بعد عندي ظروف وش استفيد منك انا؟ وش استفيد منك؟ راح يدعس الثلال وش استفيد انا؟ علميني انت لا اتكلم، خليني اتكلم قبل ما اخذ علي الحظر. هي العن اللي تتهدي. شوف خليني اقول لك انا وصلت الحل، تدري امس انا واصدقائي ما نمنا بس نفكر، ايش رايك يا سعود مثلا انا وانت بنرتبط ونودي الفقر، بنصير نسوي اعلانات وبنصير نسوي تغطيات والفلوس تدخل علينا من الطقطق والفلوس من الإعلانات ونفتح حتى قناة. دقيقة دقيقة عرفت عندي عيون اللي ناشبة في بعض. وش اسم البرنامج؟ من الطقطق ونروح حتى لهذاك اللي سويه. أرحب يا سعيد. وعليكم السلام. يا هلا والله ومرحبتين، أرحب والله اني فاتح بث. وش عندك بس؟ فيك شيء؟ موضوع خطير ولا مو خطير؟ يخصك انت؟ ابشر ابشر ما يهم. اوكي اوكي حبيبي. حب شلقك. بعدين اذا شفتيني اكلم، شفتي والله لو عاد احط تحطيني ذنيس عند جوالي اقسم بالله اقسم بالله. شفتي قرونس دي امسك كذا وديت عندها هلس واضح ترى ما حد اللي البنات قالوا لي وريني الحلق اللي اشتريتي من الاسد حق امس الحلق ولا تسمعين ولا تسمعين على بالس انطمن ما كنت اسمع ايش اسمع المراه يعني المحترمه ما تقرب من جوال من كذا تقدر تسمع جوال الرجال بامه ولا لا عيب عليك ما هو على بالس حق الطمع انا داري ما ورا فايده انت والله لا وجه يسلي ولا 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 يعني ذنب على الفاضي يعني بياخذ اقسم بالله انا كاسب اجر الجنه على طول هذا شكله ما يعرفني يا ناس تدري اني انا شال صورتي من تطبيق الانستغرام لدوائي امنيه وحمايه نفسي من المتحرشين وحمايه الشباب من الفتنه هم حطوا ذي الاشياء ترى هم حطوها عشان ما تلعبين الناس السياح الجدد ما تلعبينهم اوكي ولا حطوا وجه عليه انذار الا يقولون لا تقربون سكه المنحدره خلينا نفك الاسماء يعني ابو دارس جاي في بعد الصباح فك الاسماء الحين ايش بنسوي ايش رايك نصير انا وانت نسوي اعلانات ارحب يا تاش راسي يا حديده ارحب يا تاش راسي ايش رايك وش تبينا نسوي جلوس السلل هذا انا اقول لكم انا وانت ابو دارس لا احنا طالعين مثل شارين وحسام مثلا انت انا ما يعني افهمك يا سعود ابو دارس وش تفهميني وش تفهميني وش تفهميني انا ابو دارس انت جايتني طفرانه وش اسوي بس ما عندك شيء مو طفرانه وش تملكين يلا علميني وش تملكين وش ورطتي من اهلك ما اقدر اقول املاكي قدام الناس ترى نفس وجيهك ترى ما شاء الله عندهم فلوس
ما شاء الله دائما ما اشوفهم الا عند على يخت ولا اشوفهم على موتر ضخم ينزلون من الكوفيره ويركبون من ينزلون يطلعون من الكوفيره ويركبون السياره الضخمه دائما. ارحب يا جنرال ارحب يا تاج والله راسي. ثم انت تمشي تقول بس انت معليش ممكن اجرب من حاجه طقي لثمه خلينا نشوف اصدقائي ترشموا هذا ايش يقول هذا النكبه ايش يقول ترشموا لي يعني انا وياس ما نصلح مع بعض انا وياس ما نقر من بعض لعنب ودارس لعنب ودارس انت شايفه وجهك اعطيني بس وقت خليني اشرح لك اشرحي ايش رايك مسعود انت تكلف لي بشيء واحد اطلع لي التصريح بعدين بتصير الكابل الآنسة الشميلة رندا والسيد محسون الوشح سعود بنصير نسوي إعلانات في التطبيق الأصفر وندخل فلوس من التوك توك ومرة مرة بسوي نفسي مريضة وأنسدح قدام الكاميرا وقول لهم ساعدوني أروح أكشف على صحة هذه المريضة وأصدقائي يدعمون بالأسود يدعمون بالأسود بعدين بنروح للطق طق إيش بقول لهم أنا تعالوا يا بنات تشوفوا سوشي سعود بيحضر لي الفطار العنوان الثاني سوشي سعود طردني من البيت بعدين لما يطيح سوقنا أنا وإنت نتهاوش إنت سبني من هنا وأنا أسبك من هنا والإعلانات الإعلانات الإعلانات ايش رايك اضبطك خلصتي كلامك ايش رايك معصي ايش قال وافق دقيقه معصي 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 ايش قال معصي ما فهمت هذه الكلمه ما اقدر معصي معصي ما اقدر ما اقدر اني اقول لك كلام خايس لين اشوف المعصي يقول يعني ايش ما فهمت معصي يقول مستحيل خصيص يا سعود خصيص يا المروح يا ابو ريحه خايسه انا اصلا من يوم عرفتك وانت لابس نفس اللبس احس كذا ريحتك ها ريحتي كذا ها 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 عشان كذا طلع الكلام اللي في قلبك طلعت اللهجه لو اني ما اعطيتك على كيفك كان قلتي انت حبيبي وعمري وقلبي بس يوم ما اعطيتك على كيفك ثبتيني صح ولا لا هذا اختبار هذا اختبار يدري ان قلبك اسود من جوا قلبك اسود من جوا انتم تلعبون علي لا يا حبيبتي 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 حب حب شلدك الاقربون اولى بالمعروف ونطق هناك حب شلدك حب حب شلدك لا تقول لي حبيبتي حبيبتي روحي لو والله لا لخص من الفناجيل وش عندك انت اعلانات ولا وش عندك وش ما حتى نص الحروف رايحه من تحيه قولوا له قولوا له يا ناس الاعلانات اللي كنت اسوي قولوا له قولوا له قولوا له تعالي قولوا له تعالي تعالي ها ارفعي ديس وش ذا الذهب لا تكون انت شايني من لا تكون انت هذاك اللي كان مع ريا وسكينه وتبخى تذبحني وتدفني وتاخذ الذهب وتبيعه ها تراني عرفتك ترى ذا انت عرفتي ذيك اللي معها ذهب وياخذون اخوانها الورث ويلعبون عليها هذا انت اللي ما يخلون ما ياخذون اسمهم المحكمه اللي يقولون خلاص وقعي اذا انت ها بغوايش طق ولا نعطيتهم الدنيا كلها وانت من ذبره انا عارف هذا النوع انا عارف هذا النوع اسمع يسمع خلينا نعلم حسب الله انت حسب الله عرفت ذيك اللي تروح مع اخوانها ويلعبون عليها وياخذون الاراضي وياخذون متورثينها من ابوهم وياخذون دراهمها كلها اسمع انت الغوايش اسمعي ها اسمعي اول شيء دقيقه أصدقائي ترشموا هذا سبني قال لي خوايشك غوايش غوايش وش اللي خوايشك دقيقة أنا ما أثق في أحد من خير أصدقائي عندي عندي حاجة إن سويتيها والله أعطيك الاثنين ذهبك حسبت يسبني اسمعيني أبيك تسوين شكل